بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا لقاء جديد في سلسلة التوبة. كثير من الشباب يعاني اليوم من إدمانه أو الإكثار من مشاهدة المقاطع الإباحية التي حرمها الله. هذا العمل السيء بدأ يغزو عالمنا الإسلامي، جاءنا من الغرب، وللأسف يعني كثير من الشباب أدمن على هذا الموضوع جهلا منه بمخاطر هذا العمل السيء. الآن في الغرب بدأوا في السنوات القليلة الماضية يبحثون علميا عن أضرار مشاهدة هذه الأفلام الإباحية. نحن الآن للأسف لم تترجم هذه الأبحاث ولم تصل لمعظمنا. معظمنا يجهل ماذا يجري في الغرب اليوم. أيها الأحبة، هناك باحثة اسمها الدكتورة فاليري فون، قامت بدراسة من خلال جامعة كامبريدج البريطانية الشهيرة. استخدمت التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي. هذا التصوير يسمح للباحثين برؤية ماذا يجري في الدماغ. وجدت شيء غريب جدا، تقول عندما يشاهد الإنسان صورة إباحية أو مقطع إباحي هناك نشاط هائل في الدماغ في المنطقة المسؤولة عن المكافأة والتحفيز، وهذه المنطقة أو هذا المركز يسمى مركز السعادة. يحدث فيه نشاط هائل، الصور تظهر ذلك على الكمبيوتر. أيها الأحبة، نحن نتحدث بلغة العلم ولغة الأرقام، لذلك وضعوا بحثا على موقعهم. ادخلوا إلى موقع جامعة كامبريدج، ستجدون بحثا عنوانه Pornography Addiction، الإدمان على مشاهدة هذه المشاهد، تقود إلى نفس الأثر في الدماغ أثناء شرب الخمر والمخدرات. الإدمان على الخمور والمخدرات تؤذي الدماغ تماما كما تؤذيها مشاهدة الصور الإباحية. يعني تصور نفسك أخي الشاب وأنت تشاهد هذا المقطع كأنك تتناول كمية من الخمر أو كمية من المخدرات أو الحشيش أو الكوكايين. ماذا سيحدث في خلايا دماغك؟ ماذا سيحدث في جسدك؟ هذا الكلام أيها الأحبة لا تأخذوه مني، خذوه من جامعة كامبريدج، والإنترنت موجود، يستطيع أي إنسان أن يبحث. كامبريدج يونيفرسيتي ساينتست، يعني علماء في جامعة كامبريدج، ريفيل، يكشفون التغيرات في الدماغ نتيجة مشاهدة الأفلام الإباحية. وهذه أول دراسة يجريها العلماء، كانت صادمة بالنسبة لهم لأنهم دأبوا على الترويج لهذه الأفلام ودأبوا على إقناع الناس أن هذا الشيء جيد، ثم نكسوا على رؤوسهم عندما أظهرت صور الكمبيوتر أن الذي يشاهد الأفلام الإباحية يدمر خلايا دماغه وكأنه يشرب الخمر والمخدرات. شيء عجيب والله أيها الأحبة، ينبغي علينا أن ندرك ذلك. لا تتصور أنك إذا وضعت هذه الصورة أمامك أو هذا المقطع أن هذا شيء جيد أو أنه متعة وشيء يعني مريح للنفس. لا 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 أبدا، أنت تحدث تغييرات في داخلك، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أنه وضع في هذا العمل أضرارا عاجلة تراها بنفسك لكي تتجنبها، تماما مثل التدخين الذي يسبب مشاكل كثيرة ويسبب سرطان الرئة. وضع الله في هذه الأضرار لتتجنب هذا التدخين، وضع الله الأضرار في الخمر لتتجنب الخمر. بالمقابل وضع فوائد في الزكاة، زكاة المال. الإنفاق أيها الأحبة له فوائد نفسية وجسدية وله فوائد على مركز السعادة.
أنت عندما تتصدق بشيء من المال، وعندما تذكر الله عز وجل، وعندما تصلي وتقف بين يدي الله متأملا خاشعا، تتأمل قدرة الله، تتأمل آيات الله، هذا يحفز مركز السعادة في دماغك ويجعله أكثر فاعلية وأكثر كفاءة في عمله، وتشعر بسعادة غامرة. بنفس الوقت الذي يرى المشهد الإباحي أو يرى صور لنساء عاريات أو غير ذلك، هذا يحدث تفاعل، هذه الصورة تحدث تفاعل في دماغك، يتم تدمير أجزاء من مركز السعادة بسبب إنهاك هذا المركز، وبخاصة عندما تتكرر هذه المشاهد، كلما تكررت أكثر كلما دمرت أكثر هذا المركز، فلا يشعر الإنسان في المستقبل بالسعادة، حتى مع زوجته أو حتى عندما يتناول طعام لذيذ لا يشعر، لأنك أنهكت هذا المركز واستنفذته تماما. لذلك أيها الأحبة، علماء الغرب يوجهون نصيحة للناس، طيب يا أخي لا تسمعوا للقرآن ولا تسمعوا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا النبي يريد بكم الخير، يريد لكم الخير، بالمؤمنين رؤوف رحيم. استمعوا للغرب، يقولون في كل ثانية هناك أكثر من 28,000 إنسان يدخلون لمواقع إباحية، وهذه إحصائية قديمة جدا أيها الأحبة، يعني اليوم هناك أضعاف هذا المبلغ أو هذا العدد، يعني يبلغ عددهم أضعاف هذا العدد، أكثر من 28,000، هذه إحصائية قديمة أنا حصلت عليها. بمجرد النظر لمشهد جنسي على الفور يزداد إفراز مادة التستيرون ومادة الدوبامين ومواد أخرى، طبعا هرمونات، مجموعة تشكيلة من الهرمونات تشكل فيضانا يجتاح الدماغ. انتبه أخي الشاب، عندما تشاهد هذه المقاطع الإباحية هناك فيضان من هذه الهرمونات التي أنت بحاجة لها لتشعر بالسعادة في أوقات أخرى، تتدفق مثل فيضان هذه الهرمونات، مما يسبب إرهاقا لعمل أنظمة الدماغ ويشوش عمليات التذكر والتعلم بالنسبة للشباب الطلاب، طلاب المدارس والجامعات، وقد تتلف هذه العملية، تتلف أجزاء مهمة من الدماغ. لذلك أطباء الغرب، هناك عيادات مخصصة لعلاج الإدمان على مشاهدة مواقع الإباحية، هل تعلمون ذلك؟ هناك أطباء متخصصون ينصحون أي شخص يراجعهم لديه مشاكل أن يمتنع تماما عن مشاهدة المواقع الإباحية. طيب الله تعالى أرحم بنا من هؤلاء، قال لنا على لسان حبيبه عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد، يعني جعل النبي، جعلك تتذكر النبي في هذا الموقف. هنا أيضا عبرة، يعني أود أن أتوقف معكم قليلا فقط، لماذا لم يقل الله تعالى غضوا أبصاركم وانتهى الأمر؟ لماذا لم يقل مثلا امتنعوا عن النظر؟ لا، هنا قال قل، يعني قل يا محمد، جعلك تتذكر هذا النبي الكريم الذي ستقابله يوم القيامة. كيف ستنظر إلى وجه هذا النبي يوم القيامة وأنت نظرك ملوث بهذه المشاهد؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ذكر هؤلاء يا محمد عليه الصلاة والسلام، ذكرهم وأخبرهم وأمرهم وقل لهم أن يغضوا بصرهم، يمتنعوا عن مشاهدة ما حرم الله، لأن هذا العمل أزكى لهم، فيه زكاة للنفس، فيه زكاة للدماغ، فيه صحة جيدة عندما تمتنع، فيه سعادة أكبر، أنت لديك كمية محددة من هرمون السعادة،
الجسم لا يستطيع أن يفرز كمية لا نهائية. تدمر هذه الكمية فستستنفذها في مشاهدة المقاطع الإباحية، وبعد ذلك تجد أنك لن تستمتع بطعام ولا بشرب ولا بالحصول على مبلغ من المال، لن تستمتع. حتى لذة النجاح لا تشعر بها، لذة الصلاة لا تشعر بها، وربما لذة المعاشرة الزوجية لم تعد تشعر بها. لماذا؟ لأن هذا الدماغ توقف عن إفراز أو لم يعد يفرز إلا كمية ضئيلة من هرمون السعادة الذي يفرزه الدماغ عادة أثناء حصولك على مكافأة، أثناء يعني قيامك بالمعاشرة الزوجية، أثناء عندما تأكل طعام لذيذ، عندما ترى مشهد ممتع، عندما كذا، يسمى مركز السعادة. الهرمونات التي يفرزها هرمونات السعادة هي تشعرك بهذا الإحساس. عندما أنت تدمر هذا المركز وتدمر هذه الهرمونات، يعمل هذا المركز بطريقة يعني ضعيفة جدا ويفرز كمية قليلة، وتتشوش أنظمة عمل الدماغ، وبالتالي عملك هذا يعطلك ويمنع عنك السعادة فيما بعد. إذن كيف أتوب إلى الله من هذه المقاطع؟ كيف أرجع إلى الله عن مشاهدة هذه الأفلام الإباحية؟ العملية سهلة أيها الأحبة. الشيطان هنا يتدخل دائما، عندما تفكر بالتوبة يتدخل الشيطان، يقول لك كيف ستتوب؟ أنت ستشاهد بعض المقاطع مع أصدقائك أو مع كذا أو مع كذا، أنت لن تستطيع أن تتوقف عن مشاهدة هذه المقاطع، هذه مقاطع جميلة، هذه كذا. سيحبطك الشيطان لكي يتركك تغرق في هذا المستنقع، ثم يتبرأ منك يوم القيامة. إذن أيها الأحبة، يجب أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يراك في كل لحظة. لذلك قال عندما أمرك بغض البصر كيف ختم الآية: انتبهوا. لم يقل والله غفور رحيم، والله عزيز حكيم، والله كذا، لا، قال إن الله خبير بما يصنعون. أنت هذا الصنع الذي تقوم به الله خبير به، خبير، كأن هناك كاميرا إلهية تراقبك وتسجل عليك. إذن ينبغي أن تعلم ذلك. الشيء الثاني، ينبغي أن تعلم أن التوبة قد تتطلب وقت كبير، ولكن ينبغي أن تبدأ منذ هذه اللحظة. تقول أنا سأتوب إلى الله منذ هذه اللحظة فورا، هكذا، دون أن تفكر بالمستقبل، لأنك قد لا تعيش بعد هذه اللحظة أيها الأحبة. ما الذي يضمن لي أن أعيش دقيقة في المستقبل؟ لا لا لا، لا أحد يتنبأ بالغيب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنت عندما تنوي التوبة وتتوب إلى الله وتتوضأ وتقف بين يدي الله، صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى على نية التوبة، ثم في اليوم الثاني إذا أطغاك الشيطان تب إلى الله وأثبت للشيطان أنك أقوى منه. حتى لو أطغاك 1000 مرة تب إلى الله، تب إلى الله كل يوم كل يوم. حبيبكم عليه الصلاة والسلام كم مرة كان يتوب إلى الله؟ كم مرة كان يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه؟ 100 مرة كل يوم. وهو الذي عصمه الله من الخطأ، وهو الذي غفر الله ما تقدم له من ذنبه وما تأخر. يتوب إلى الله عز وجل كل يوم 100 مرة. طيب ألا تتوب مرة على الأقل كل يوم؟ يعني نحن إذا كان النبي، يعني انظروا هذا النبي العظيم الذي رفعه الله إلى أعلى درجة، قال في حقه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال في حقه وما ينطق عن الهوى، وقال في حقه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهناك منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل كان النبي يرجو أن يكون هو الوسيلة، هذه منزلة عظيمة جدا في الجنة. كل هذه المواصفات وكان يتوب إلى الله 100 مرة. طيب نحن العاصون البعيدون عن الله،
المستخفون بحقوق الله، كم مرة يجب أن نتوب إلى الله في اليوم؟ كم ألف مرة يجب أن نتوب؟ طب ألا نتوب مرة على الأقل أو 10 مرات؟ استغفر الله العظيم وأتوب إليه. دائما أحبتي في الله تذكروا، بمجرد أن تفعل معصية أو أن تشاهد مقطع إباحي لا مشكلة، الشيطان أغواك لا مشكلة، مباشرة تب إلى الله، انوي ألا تعود إلى هذا العمل. حتى لو عدت في اليوم التالي، الله تعالى بعد فترة ستجد أنه سيثبتك على الحق، سيكرهك بهذه المعاصي، ستصل إلى مرحلة أن هذه المشاهد ستصبح مقززة لك. عندما تقترب أكثر من الله، أنت الآن تشاهد هذه المشاهد وتظن أنك سعيد بها لأنك تسير في طريق الشيطان، أما عندما تقترب أكثر من الله عز وجل وتقترب أكثر من آيات الله وتنفق وقتك في قراءة القرآن، في تأمل آيات الله عز وجل، في الاستماع للقرآن، عندها أيها الأحبة ستجد نفسك أنك تحب كل ما أحله الله، وستجد أن هذه المشاهد التي كنت تتلذذ بها ستجد أنك أصبحت تكرهها، ليس من باب الحرام والحلال، وليس من باب أنك لا تريد أن ترتكب حرام، لا، أنت أصبحت نفسك يعني تكره هذه المشاهد، وهذا هو ما يعني يصل إليه المؤمن ببركة التوبة. أنا فقط سأختم معكم بآية عظيمة جدا، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب، ثم تاب، عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. نسأل الله تعالى أن نتوب إلى الله ونكون من هؤلاء الذين تابوا إلى الله وأصلحوا، ليغفر لنا الله ويرحمنا في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.